سعداء جدا في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لتنظيم هذه الدورة التكوينية لفائدة 200 أستاذة وأستاذ في مادة التربية البدنية. اليوم هذه الدورة التكوينية تنصب حول التربية على المواطنة وتنمية المهارات الحياتية عبر الممارسة الرياضية، ممارسة كرة السلة. يأتي يعني هذا المشروع في إطار شراكة الأكاديمية مع مؤسسة إدماج والإن بي أي أفريكا وبدعم من لايف دي. الهدف اليوم هو يعني تكثيف الأنشطة الرياضية لفائدة تلميذات وتلاميذ بطبيعة الحال عبر تكوين الأستاذات والأساتذة من أجل قيادة التغيير. الهدف هو ايضا توسيع العرض التربوي بالنسبه للمسارات الدراسه الرياضيه، وهنا حققنا نتائج متميزه خلال هذا الموسم الدراسي. يتم ايضا تنزيل مجموعه من الانشطه الرياضيه لفائده التلميذات والتلاميذ انطلاقا من المستوى الابتدائي، هذا يعني في اطار تفعيل انشطه الحياه المدرسيه لفائده اكبر عدد ممكن من التلميذات والتلاميذ، مع التركيز بطبيعه الحال على المناطق النائيه والمناطق اللي ذات الخصائص. وقيادة التغيير بطبيعه الحال تمر عبر تكوين الاستاذات والاساتذه اللي كنراهنوا على العمل ديالهم. اليوم كيف كتلاحظوا فتره عطله مدرسيه وهناك انخراط مكثف الاستاذات والاساتذه في هذه الدوره التكوينيه، وبهذه المناسبه كنقدم لهم الشكر الجزيل على انخراطهم في تنزيل كل المشاريع الاصلاحيه. البرنامج هو ديال تجربه كره السله، وقعنا وتم اختيارنا حقيقه من طرف لا ان بي اي ولا اف دي في اكتوبر 2020، وهو كان برنامج بيلوت بالنسبه للرائد بالنسبه للمغرب، لانه كانت تجربه جديده بالنسبه للجونيور ان بي اي على اساس طريقه يعني بث القيم والسلوكات اليوميه للشباب ما بين الاطفال والشباب بين سن 8 سنين و 18 سنه. كيف يمكن ان نبث هذه القيم عن طريق اللاعب، عن طريق كره السله؟ هذه هي البدايه في هذا البرنامج. دونك كانت هناك عده تكوين، منها اختيار المدربين الاكفاء، منها تدريب المدربين على المهارات الحياتيه والمواطنه والسلوكات، وعاد كانت يعني تدريب اخرى للان بي اي يعني على تقنيات يعني كرة السلة على طريق ان بي اي، وكذلك كيفية ادخال او انكولكي هذه المهارات الحياتية وهذه السلوكات عن طريق كرة السلة. اذا حنايا بدينا وقعنا شراكة مع وزارة التربية والتعليم الاولي والرياضة ومع اكاديمية جهة الدار البيضاء سطات على اساس تنزيل هذه البرامج في المؤسسات التعليميه. والحمد لله رغم الجائحه كنا وصلنا ل 3000 ديال المشاركين، وبعد الجائحه السنه الماضيه وصلنا ل 5450 مشارك، والان احنا وصلنا تقريبا ل 6000 ونطمح في المزيد. يعني كنعملوا الان في 60 مؤسسه تعليميه عموميه من الابتدائي الى الثانوي في مدينه الدار البيضاء ومحمديه، زناته، ضرب وعزه، وقريبا ان شاء الله في سطات جديده ومناطق اخرى. Dans le cadre du partenariat NBAFD, le projet avait commencé en 2019. On a commencé avec la construction du terrain de basket à Zenata, et aujourd'hui, cette année, on a l'opportunité de construire un autre terrain à Casablanca. Mais aujourd'hui, l'opportunité est vraiment pour la formation des coachs, et cette formation nous permettra d'avoir une croissance unique du programme. Ça veut dire que les enseignants, plus de 200 enseignants qui seront aujourd'hui formés, auront l'opportunité de continuer à développer pas seulement le basket, mais aussi du savoir-vivre, les compétences de savoir-vivre dans les écoles et avec les enfants qui participent dans le programme. Dans tout ça, cette année, c'est la troisième année du programme. On est très fiers là où on est et aussi avec ce qu'on va faire cette année.